النهارده النادي الاهلي يمكن خسر نقطتين في مشواره للحصول ان شاء الله على رقم 43 في مسابقه الدوري العام، لكن زي ما بنتكلم دايما مباريات الدوري مبارياته طويله جدا، مشوار طويل جدا، ممكن تقابلك بعض العثرات في الطريق، لكن اكيد هنقف عند بعض النقاط السلبيه. يمكن انا من وجهه نظري في بعض النقاط السلبيه يمكن اللي كمان الجماهير ملاحظاها بشكل كبير جدا. لو اتكلمنا على بداية المباراة، يمكن كمان قبل المباراة كان في وليد سليمان في التسخين حس ببعض الشكوى، فوليد هيلعب مش هيلعب، وطبعا وليد بدأ المباراة. خلينا نتكلم على التشكيلة، انك بتبدأ المباراة بتشكيل بدون راس حربة ثابت، وانت عندك كمان بواليا موجود، عندك محمد شريف موجود، انك تبدأ كمان بطريقة بنلعب 4-2-3-1، لكن الملعب بلغة الكورة مش معدول، يعني ما عندناش جناح بشكل كويس. وجود قفشة ووليد سليمان كان برضو علامة استفهام شوية، عدم وجود يعني 10 ثابت. ممكن وليد كان كمان في الفترات الأخيرة كان بينزل ويعمل الفارق. خلينا نتكلم على من وجهة نظري السلبيات بداية المباراة، تشكيل المباراة ما كانش التشكيل المثالي. أعتقد كمان ما فيش شك ان كمان الفرص الضايعه، بنتكلم على فرص كتيره جدا جدا على مستوى المباراه ضاعت. استحواذ في استحواذ بشكل كبير، في فرص زي ما حضراتكم شايفين كمان في الصوره، في استحواذ كبير، فرص كتيره جدا جدا النادي الاهلي ضاعت. لو اعتقد لو يمكن اتفكت الشفره بهدف بدري شويه وكان عندنا فرص كتير كان ممكن النتيجه تخرج اجمل من كده. لكن على الجانب الاخر كمان يا سام، كابتن محمد يوسف ادى مباراه في الشق الدفاعي مباراة هايلة. احنا طبعا بنحييه على الأداء الدفاعي الجيد جدا اللي أدى بيها بالإمكانيات اللي يمكن مش إمكانيات كبيرة جدا، لكن يعني هو لعب بطريقة دفاعية مميزة جدا. ولكن عايز أقول إن التعادل كمان زي ما أنت قلت مش نهاية الطريق، احنا دايما بنستفيد من أخطائنا، لازم نشوف سلبياتنا إيه. أعتقد موسيماني بشكل أو بآخر ما كانش موفق النهاردة في بداية المباراة، دفع في الشوط الثاني بعدد كبير جدا جدا من اللعيبة المهاجمين، ولكن ما كانش في تنظيم في الملعب. وإن شاء الله هنتكلم كمان مع ضيوفنا في نقطة التنظيم، يعني عندك لعيبة كويسة، عندك لعيبة كتيرة مش بالكتر المهاجمين، لكن بعملية التنظيم الهجومي أعتقد كان في خلل شوية في التنظيم الهجومي النهاردة.